مرحبا من باروش توين تاور. هالتورين المتشابهة في مدينة أربيل شكلهم غريب، لكني بتكلم عن تفاصيل هالشقق هذه من الداخل. خلكم معي تشوفون كيف الترتيب حلو، مكان حق الأطفال يلعبون في المكان. أبدخل على البرجين وبعطيكم التفاصيل كلها من الداخل، حتى الأسعار بعد، ترتيب عدل، نظام السيكوريتي بعد، لازم على وجه الشخص تشوف عشان يفتح الباب. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، حلو. دار سمارت. بسم الله ندخل. نبدأ في حمام هنا صغير، وعندك شوف سمارت هوم. تشوفون الشقة هذه من الداخل، فيها نظام الشرفاج، تكييف هذا بعد. هذا سعر المتر فيها 650 دولار للمتر الواحد إلى 1000 دولار. وهذه أصغر شقة فيها، من نموذج ما مسوينا أصغر شقة، فيها غرفة واحدة. هذه غرفة ماستر بعد، تشوفون كيف. أهم نقطة بالحمام إنه يكون فيه شوفاج عشان يكون دافي الحمام. الحلو في هذه البناية، لا سمح الله لو صار عندك حريق، ما يكون عندك بس انذار، لا طفاية حريق بعد. تشوفون هاي طلع ماي على طول لو صار حريق لا سمح الله. تشوفون هالمطبخ هذا، هذا يجي هدية كله معه الشقة. تشوف العزل العظيم يا جماعة، اسمع بطالع المدينة، شوف الشارع هذا يا جماعة. باقي عندهم عدد قليل من الشقق، تقريبا كم شقة باقية، اللي وده يشتري طبعا. وما بينسى انهم يشتغلون بكواليتي عالي جدا. هذا البارك حق البنايات اللي انبنت وفقا لمعايير عالميه، شيء من الاخر. تخيلوا ان كل شقه لها مخزن خاص. انا ما شايف هالشيء الا في هالمكان في حياتي كلها. عنوان البنايتين على طريق كويا، تشوفون هذه البنايتين.